قصة فيلمنا بتبدأ في أحد البنوك، وبيكون في طفل واقف قدام مكنة الحلويات بشكل غريب أثناء ما البنك بيتعرض لسطو مسلح. وبنلاقي المجرمين اللي اسمهم هيرو وسايكو ماسكين شوت جان ومسدس، وبيكونوا مسببين رعب للناس وبيسرقوا البنك. هيرو بيروح عند الموظفة ويرعبها بالسلاح ويقول لها تطلع الفلوس، وطبعا بتوافق من الخوف. ولكن وسط كل ده الطفل بيكون مش خايف وبيحاول يدي سايكو حلويات، ولكنه بيرفع عليه المسدس، وبعدها المشهد بينتهي وياخدنا لمكان تاني. وبتكون مدينة غريبة اسمها مدينة الساموراي، والمدينة دي بتكون بتجمع بين التراث الياباني والحضارة العصرية، فبتكون مميزة جدا. ولكن للأسف بيحكمها حاكم ظالم ومعدوم الضمير، والحاكم بيكون حابس مجموعة من البنات عنده عشان يخدموه، وده بيورينا قد ايه هو مفتري. بعد كده بنقابل بنت اسمها سوزي، وسوزي بتكون واقفة في البلكونة بتراقب الشارع، وبيكون بيراقبها واحد من رجالة الملك. ولما بيدخل بتصفر لأصحابها برينس وستيلا ونانسي عشان تعرفهم ان الطريق فاضي عشان تساعدهم على الهروب، وبيتحركوا بالعربية وبيهربوا فعلا وبياخدوا نفسهم من الخضة. وفجأة بنلاقي برينس في مكان وحش جدا ومكسر، وبنلاقي حواليها ناس غريبة وبتفتكر طشاش كده شكل اللي خطفوها، وبتقعد تصرخ وتستغيث. وبعد كده بنلاقي هيرو محبوس، ولكن الحاكم بيأمر الخدم بتوعه يخرجوه، وبيبدأ الحاكم يبين لهيرو مدى إعجابه بيه اليوم اللي عمل فيه سطو مسلح على البنك، وإن اليوم ده مات فيه ناس أبرية كتير منهم نساء وأطفال. بعد كده بيلبسه بدلة وبيقوله إنها متلغمة وإنه لازم ينفذ أوامره، وبيبدأ يفهمه المهمة وبيقوله إن عاوزه يرجع برينس الهربانة، وبيقوله إنها حفيدته الوحيدة وإنه لازم يروح لمكان اسمه جوست لاند أو مدينة الأشباح يعني، ودي سكانها عبارة عن ناس منبوذة اتعرضوا لإشعاع نووي خطير. ولما هيرو بيقفل السوستة البدلة بتنور، فالحاكم بيقوله إنه لو عمل أي غلطة أو ما أنقذش برينس في خلال 5 أيام البدلة هتنفجر وتموته. بينطلق طبعا وهو مهزوم لأن مفيش قدامه حل تاني. وهيرو بيطلع على الطريق، ولكن بيعترضه ناس غريبة ولابسين لبس زي مقاتلين الساموراي، ولكنه مرعب أكتر، وبيفتحوا النور في وشه فبيتعمي ويعمل حادثة ويغمى عليه. وبيصحى يلاقي نفسه في الجوست لاند وممسوك من عصابة اسمها راستمن، وبيلاقي بنت جنبه مخطوفة هي كمان، فبيسألها إذا كانت هي برينس فبتقول له لا. وبيكون المكان كله متدمر وقديم والبيوت متكسرة، وبيبقى الناس بيهللوا زي ما يكونوا مستنيين هيرو، وبتدخل عليه واحدة وتقول له إن هو البطل المنتظر، فبيستغرب جدا. بعدها بيخش عليه الحاكم إينوك وبيقول له إنهم محاصرين وأي حد بيحاول يهرب بيموت على إيد جوستس. وبعدها بيسأله عن سبب مجيئه فبيقول له إنه بيدور على برينس، ولما إينوك بيشوف صورتها بيدله على مكانها. وهيرو بيروح فعلا وبيلاقيها لابسة مانيكان شكله غريب جدا، وبيسألهم إيه ده، فإينوك بيقول له إن دي الطريقة الوحيدة لحماية البنات من جوستس لأنهم يقتلوه. بعد كده هيرو بيشيل المانيكان من على برينس وبيقعد يحاول يخليها تتكلم، لأن من الواضح إن البدلة مش بتتعطل غير بصوتها، وبيوريها صورتها مع جدها على أمل تنطق، ولكن بدون فايدة. وبدون إنذار واحدة من المتفجرات بتنفجر، فهيرو بيفقد الوعي ومباشرة بيبدأ يحلم بيوم البنك، ويفتكر لحظة لما سايكو حاول يقتل الطفل وهو حاول يمنعه، ولكن أثناء شجارهم سايكو بيقتل فرد أمن والطفل برضه، والشرطة بتقتل سايكو. وفي الوقت ده برينس وهي طفلة بتكون في المكان، وبيصحى هيرو وبيفتكر برينس وبيعتذر لها وترد عليه لأن تقريبا كده الانفجار فك لسانها. ولكن قبل ما هيرو ياخد نفسه بيظهر ناس غريبة متوحشين جدا شبه الزومبي، وبيكونوا بيشربوا دم البشر. وفجأة واحدة من المتفجرات بتنفجر في هيرو أثناء هجوم الزومبي، والانفجار بيرعبهم تقريبا فبيختفوا. بعدها بيفوق وبيروح على المدينة وبيكتشف إن برينس مجرد بنت من حشية الحاكم ومش حفيدته ولا حاجة، ولكنه بيعتبرها كده. وبعد كده نفس الست اللي استقبلت هيرو بتبدأ تشرح له إن جوست لاند كانت عبارة عن منطقة فيها مصنع نووي بيملكه الحاكم، وبيكون بيطلع مخلفات خطيرة جدا ومشعة. وفي يوم عربية المخلفات بتصطدم بعربية مساجين فبيحصل انفجار، والمنطقة كلها بتتلوث وبتتحصر. وبعد كده هيرو بيفهم الموضوع كله وبيعرف الرابط بين المتحولين والمدينة بتاعت جوست لاند، وإن تعتبر مدينة للأرواح، وإن هو أكيد مات أو بيحتضر هو وبرينس عشان كده هم متواجدين فيها، وإن كل الناس دول مجرد أرواح الناس اللي ماتوا، فبيقرر يساعده. بعد كده البدلة بتنور وبتبدأ تعد عشان تنفجر، ولكن أخيرا برينس بتتعاطف مع هيرو وبتتكلم جنبه، فالعد بيقف والبدلة بتتعطل مؤقتا. بعد كده هيرو بيطلب من الراستمن يدوله معداتهم وأسلحتهم ويسندوه عشان يبدأوا الحرب على الحاكم، ولكن فجأة بيظهر الزومبي المتحولين والقائد بتاعهم المحروق. ولكن الصدمة الأكبر إنه بيطلع سايكو صاحب هيرو،
وبيكون مليان غل من ناحيته وبيسأله ليه تخلى عنه. فهيرو بيقوله انه كان فقد السيطرة وبيقتل الابرياء بدون ذنب، فبيتصافوا ويتصالحوا. وساعتها هيرو بيعرف ان كل اللي كانوا في عربية السجن اتحولوا، وبيتفقوا يقضوا على الحاكم لانه ظالم. بعد كده بنلاقي الحاكم بيدي خطة عن قد ايه هو راجل محترم ونبيل ومحافظ على المدينة، وبيكون بيسرح بالناس طبعا. وفجأة هيرو وبرينس بيدخلوا عليه، وساعتها هيرو بيطلب من الحاكم انه يفك البدلة بما انه سلمه حفيدته، ولكن الحاكم بيكون ضحك عليه واستغله وبيرفض يفكها، وبيؤمر رجالته يقتلوا هيرو. ولكن فجأة البنت اللي اسمها سوزي بتظهر وبتمسك رشاش وتقتل كل رجالة الحاكم من غلها، وبتتصاب طبعا في النص، والحاكم بيقف زي الهبل في الساحة. وبعد كده بقية الرجالة الحاكم بيهاجموا هيرو، ولكنه بيتصدى لهم بكل براعة، وبنكتشف انه محترف فنون قتالية كمان. وفي الوقت ده برينس بتكون بتحاول تنقذ سوزي المصابة، وبيكونوا مطاردين من رجالة الحاكم، ولكن حارس الحاكم اللي بيكون اسمه يوسيجيرو بيقتل كل رجالة الملك، وبنكتشف ان سوزي اخته وده سبب تصرفه الغريب. وبعدها كل الرجالة بتموت ما عدا هيرو ويوسيجيرو، وبيبدأ القتال بينهم، ويوسيجيرو بيكون متفوق، ولكن في لحظة هيرو بيغفله ويخلص عليه. وفي الأثناء دي الحاكم بيكون بيحاول يصالح سوزي وبرينس، ولكن بيغفلوه وياخدوا المفتاح، وبرينس بتقتله بالمسدس أخيرا. وبعدها هيرو بيستخدم المفتاح ويحرر نفسه، والخبر بيوصل للناس اللي في جوستلاند وبيفرحوا جدا، واللعنة بتتفك أخيرا، وبتكون بداية جديدة لكل الناس الموجودين، وكل الناس بتعيش بسعادة في مدينة الساموراي. ودي بتكون نهاية فيلمنا. لو عجبك اعمل لايك واشتراك، ونشوفكم في ملخص جديد.